التعليم هو بالمسائل التي تهم الناس جميعا، مثل العيش اليومي، مثل مسألة الطريق لاغوت، أو مسائل السلامة الصحية. هذه مسائل تهم الناس جميعا، لا تستني في الرياضة، يمكن أن يهتم بها جزء من الناس ولا يهتم بها، أو نوع من الرياضة لا يهتم بها الناس جميعا. لكن هذه المسألة، مسألة التعليم، بما أنها تهم الناس جميعا، طبعا لا يناقشها الناس جميعا، إنما من يناقشونها يناقشونها في كثير من الانفعال. وسبق لي منذ الثمانينات حذرت من المزج بين عنصرين لا ينبغي المزج بينهما. مسألة الأجور هذه مسألة تخص مطلبية، تخص قطاع التعليم وإدارة التعليم والوزارة الوصية والحكومة والإمكانيات المالية تعالج بهدوء أو بضغوط كنقطة خاصة. مناقشة أمور التعليم تتم بعيدا عن هذه النقطة، أي في الثمانينات وفي التسعينات وفي بداية هذا القرن هذا يتم دائما المزج بينهما، فتتم المناقشات حول التعليم كمقايضة، كأن الطرف يريد أن بين مزدوجات يشتري رأي الطرف الآخر. وقد يصل الانفعال وأضع الانفعال بين مزدوجات لدرجة البحث الحثيث على إسكات أبسط تحفظات. أنا أتذكر بنوع من الحزن في بداية هذه هذا القرن، عندما تعلق الأمر بما نسميه الإصلاح الجامعي، كان يكفي أن تقول ملاحظة بسيطة أو غير بسيطة في موضوع ما حتى يقال لك هل أنت مع أو ضد الإصلاح، وتخرج الأوراق الحمراء من هذا رغبة في الهدم، هذا رغبة في كذا. ومن قالوا وكانوا يحتمون بهذا الكلام لم يبنوا شيئا جديا. هذه ملاحظة أقولها لنستفيد منها، فنعالج أمور التعليم بكثير من الهدوء لسبب جوهري، وأن التعليم طبعا نناقشه كل واحد برغباته وقناعاته وبين مزدوج انتماءاته السياسية، ولكن التعليم يعني دائما بالدرجة الأولى من هم اليوم الأطفال، من هم في المدرسة، أكثر من الذين يدرسون أو الذين قطعوا أشواطا في الحياة. ومن هنا تكون كثير من الحذر في معالجة الأمور، لأنها لا تعني بالدرجة الأولى، تعني المتحدث عن التعليم لكن لا تعنيه هو بالدرجة الأولى، تعني من يتحدث عنهم، وهم عادة يكونوا غائبين أو مغيبين من دائرة المناقشات. إذا أخطأ الناس اليوم حول المدرسة، قلت لي المدرسة العمومية يصعب أن تكون رأيا، وليس بالضروري أن يكون هناك رأي واحد أو شامل، لأن لا يوجد رأي شامل. فالمدرسة مستويات وأنواع، إذا قال أحدهم إن هناك مدارس جيدة ستجد أن هناك مدارس جيدة، ومن قال عكس ذلك أن هناك مدارس ليست لا تتوفر على أبسط شروط المدرسة ستجد أن هناك مدارس تجسد هذا النوع من الحقيقة. إذن أين هو المشكل؟ هل هذا التمازج والخليط؟ وقد يقول قائل بحثا عن السهولة حال الدنيا كلها هكذا، هكذا هو المشكل. المجتمع الذي تكون له مدارس
أتحدث عن المدرسة العمومية بمستويات متباعدة من حيث الإمكانيات، من حيث الجودة أو عدم الجودة، من حيث توفر الأطر أو عدم توفرها إلى آخره، تباعد كبير. هذا مجتمع ينمي يسير بسرعات وإيقاعات متباينة، كمن يسير بقدمين كل قدم لها إيقاع ولها سرعة خاصة بها، فيصعب على ذلك الجسم أن يحتفظ على الحد الأدنى من الانسجام. ولا بد من التذكير دائما أن المدرسة، وعندما أقول المدرسة هي من الروض حتى الجامعة، هذا ما أسميه أنا المدرسة، أي المجال الذي يقصده الناس للتعلم، كانوا أساتذة أو متعلمين، الكل يتعلم في المدرسة، الذي يدرس يتعلم باستمرار كيف يدرس. عندما ينسى المدرس هذه القاعدة لا يصبح مدرسا، يصبح شيئا آخر، وهذا واحد أو واحدة من مشكلات المدرسة المغربية. عندما ننسى ذلك الجهد المستمر والدؤوب الذي لا يطالب به أحد غير الإنسان لنفسه، أن يطلبها الإنسان من نفسه، لأنه يمكن التحايل على عملية التفتيش، يمكن التحايل على الإرغامات الإدارية، على المراقبة الفلانية. إذا كانت هناك رغبة قوية للتعلم، أي احترام جوهر المدرسة، إذا انعدمت هذه الرغبة أو ضعفت أو لحقها الوهن، فالبناية والتأتيت والأتات وغير ذلك لا فائدة من ورائها. إذن المدرسة هذا المجال الذي ينمي هذه الرغبة في التعلم لدى كل المكونات المدرسة من مدارسين ومدرسين وأطر إدارية. هناك مشكلة تؤرق المدرسة، تؤرق الآباء والأبناء والبنات، وهو بين ما نسميه بين مزدوجات منطق السوق. أي الآن طبعا لا يوجد تعليم، لم يوجد تعليم في التاريخ من أجل ذاته، لا يتعلم الإنسان شيئا لأنه يرغب فيه، فأبناء النبلاء كانوا يتعلمون اللغات والحساب، ويبدو أنهم لن يشتغلوا كموظفين بمعارفهم، لكن بتلك المعارف يكتبون رسائلهم ويديرون حياتهم ويقيمون صالوناتهم ويحكمون الناس ويكتبون إلى آخره. إذا المعارف إن لم تستعمل ضاعت، l'emploi des connaissances، وبالتالي لا بد من وجود مجالات لتداول المعارف. المدرسة شغلها الأول أن تلقن تلك المعارف بشكل جيد وعلى الأقل مقبول للأغلبية الساحقة، هذا الجانب العدل في التعليم وفي المدرسة. ما ستصنعه الأيام وما هو خارج المدرسة بتلك المعارف هذا أمر لا تقرر فيه المدرسة. فإذا قررت اليوم أن تصنع كذا مهندس أو كذا تخصص، غدا يقول لك السوق الذي هو يعني كوندنساسيون لرغبات متضاربة ومتناثرة، قد غيرت رأيي ولحاجات أخرى. وبالتالي في التعلم، أي تعلم كان، قاعدة نحو، قاعدة رياضية، شكل في الخط، عملية حساب، تلوين أشكال، يتطلب وقتا ورتابة وتكرارا بطئا ضروريا، دي لونتور، سرعات بطيئة أيا كان المجتمع. عندما تتم ما نسميه بالتكوينات الأساسية لدى الأطفال، يصبحوا مراهقين، يمكن لهم آنذاك أن يسرعوا أو أن يكتسبوا بسرعة أكثر مما اعتادوه. إذن
احترام سرعات وإيقاعات التعلم مسألة جوهرية. كيف تتم في المدرسة المغربية؟ أنا يصعب علي أن أجيب، ليست لي أجوبة أو معلومات كافية، إنما ككل مواطن أستمع وأهتم بما يقال في هذا الموضوع وما يكتب، على أن كثيرا من المدارس تنقصها إما هذه الرغبة أو هذه الإمكانية أو هذا التوجه. طبعا ينضاف عنصر التغيرات المتسارعة في البرامج، هذا غير معقول، هذا أمر غير معقول. لا نغير بهذه التعليم، أنت تتعلم درسا في النحو في مستوى بسيط، ثم في القسم الذي بعده في مستوى أقل بساطة، ثم أكثر تعقيدا، ثم أكثر. هذه أمور لا، لماذا ستتغير باعتبار أن هكذا يتعلم الناس دائما؟ والآن وفي المجتمعات التي بها رقي كبير في من التعليم تتعلم بهذه الطريقة. عندنا كلما ظهرت بين قوسين موضة دون أن نمعن النظر في جديتها، أن نمعن النظر في النظريات إذا كانت هناك نظريات وليس مجرد أحاديث التي تنبني على تلك الموضة، إلا واقتبسناها وصار هناك ضجيج حولها وكلام وبين قوسين ندوات لتختفي أياما فيما بعد كتلك الموجة التي عاتية من بعيد وتنتهي قطرات من ماء فوق الرمل. لا، التعليم يتطلب بالدرجة رتابة وتكرارا وكثيرا من التمارين داخل التمرين الذي هو جزء من الدرس وليس الدرس، وفي المساء نجري التمارين. هذا ليس بتعليم، وهذه مجازفة كبرى يجب أن ينتبه له الناس، ربما ما زال الوقت يسمح بذلك.